الجمعة 27 أكتوبر، أهلا وسهلا بكم متابعين على قناة التاسعة. موعد نهاية الأسبوع، أكيد عين على ما يحدث في غزة والمستجدات كثيرة وكثيرة جدا في هذه اللحظات التي نتحدث فيها. حاضر معنا رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، أهلا وسهلا بك. مساء النور، مرحبا بك ومشاهديك الكرام. خليفة بن سالم، مساء النور، مرحبا. لطفي العماري، مساء الخير. سيد هاشمي نويرة، مساء النور، مرحبا بكم جميعا. ما غير ما نطول عليكم، المستجدات متسارعة في هذه اللحظة في غزة. نذهب مباشرة إلى ضيفنا عبر الهاتف، ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين التونسيين اللي انضم لنا من الضفة، الفلسطينيين عفوا، اللي انضم لنا من الضفة لأنه فقدان الاتصال بالكثير من الصحفيين من المراسلين في قطاع غزة، قطاع لشبكة الانترنت وللاتصالات. مساء النور أستاذ ناصر أبو بكر. أهلا بك. مساء النور، ما هي الأوضاع الآن في غزة؟ واضح تماما أن كل المؤشرات تقول أن هناك هجوما غير مسبوق يشن الآن على قطاع غزة. حسب معلوماتنا من الصحفيين القريبين من منطقة قطاع غزة ولكن من خارج غزة، فأن هناك 300 غارة حدثت حتى الآن على قطاع غزة، كلها غارات مركزة بأحزمة نارية على كل القطاع، وبالتالي هناك أيضا يعني انطلاق لقذائف من الدبابات ومن البحرية الاحتلالية الإسرائيلية. هذا يشير إلى أنه ربما يكون هناك اجتياح بري، أو هذا مؤشر على بدء الاجتياح البري لقطاع غزة. هذا كان معروف، نحن نقول يعني نتابع الإعلام العبري، أنهم كانوا حتى اللحظة ما قبل هذا الهجوم العنيف كانوا في النصف الأول من المرحلة الأولى التي تتكون كل المراحل من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت قصف مركز للمدنيين، ولكن هذه يبدو لي أن النصف الثاني من المرحلة الأولى قد بدأ، والذي هم يقولوا أنه هو الاجتياح البري لقطاع غزة. يوم أمس كان هناك محاولات جف مبيض ومحاولات للتقدم على طول الحدود الشرقية على هذه المدينة، ووصلنا أن هناك سقوط لصواريخ على قواعد عسكرية في الضفة الغربية، وهي أيضا مناطق محاذية لمطار تل أبيب. شكرا لك ناصر أبو بكر، نقيب صحفيين الفلسطينيين، كنت معنا مباشرة من الضفة. سامحوني ما عطيتكمش حتى سماغ الليلة لأنه الأوضاع عاجلة هناك، وخفنا حتى نفقد الاتصال بضيفنا لأنه حاليا الاحتلال الصهيوني يشن هجمات. فلاديمير بوتين قال غزة ستصبح ستالينغراد، ونعرف جميعا ما هي ستالينغراد. المقاومة الفلسطينية عندها ثلاثة عوامل للصمود والنصر. أولا شجاعة الرجال، شفنا 1000 مقاتل دخلوا لفرقة غزة، فرقة غولة ودبابات ميركافة مشتغلش، وضباط إسرائيليين خرجوا في ملابسهم الداخلية مسلسلين ومقيدين، يعني شجاعة الرجال والأقدام. اثنين صواريخ الكورنت، هذه صواريخ لأنه الاتصال مباشرة من فلسطين والأولوية لهم نظرا لهذه الظروف القاسية. ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من فلسطين أحمد جبريل، مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني والمتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. مساء النور أستاذ، أهلا وسهلا بك. يسعد مساك مساء جميع المشاهدين. الصوت واضح، واصلك صوتنا واضح أستاذ؟ واضح واضح أسمعك. يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين. شكرا لك، الكلمة لك. ما هي الأوضاع حاليا في قطاع غزة وفي فلسطين؟ الأوضاع في غزة حاليا الوضع يزداد سوءا. الآن قطاع غزة في ظلام دامس، الآن قطاع غزة بلا اتصالات بلا انترنت، جميع وسائل الاتصال قطع الاتصال بزملائنا في قطاع غزة. يعني الوضع يزداد سوء في قطاع غزة، عدد الإصابات والشهداء في ارتفاع. مدير دائرة الإسعاف وطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني والناطق الرسمي باسمه، الأخبار العاجلة ما زالت تأتينا من هناك. السفن الحربية الإسرائيلية تشارك في القصف الحالي على غزة. قصيت عليك رياض صيداوي، تفضل. يعني المقاومة عند ثلاثة عوامل صلاحة، العامل الأول شجاعة الرجال،
العام الثاني صواريخ الكورنيت صاعدة الدبابات اللي أعطاها ضيوفنا اللي نجمنا نتحصلوا عليهم لأنه الاتصالات قاعدة مكثفة لكن انقطاع كلي تقريبا للاتصالات والإنترنت. كل مؤشرات تدل على بدء هذا الاجتياح البري الذي هددت به إسرائيل. أنا يبدو لي أنه وقع بدء الهجوم البري أو على الأقل قطع مرحلة أساسية من أجل أنه يبدأ هذا الهجوم البري وبغطاء جوي كبير جدا تشارك فيه حسب المعلومات الواردة لنا أكثر من 100 طائرة من جيش الاحتلال الصهيوني وتستعمل فيه البوارج الحربية والبواخر الحربية من الشاطئ غزة. وبالتالي ما يمكن أن نقوله الآن أنه نطلب يعني أنه أهالينا في غزة يخرجوا بأخف الأضرار لأنه الوحشية متاع العدو الإسرائيلي والعدو الصهيوني وحشية يعني بدت واضحة جدا. حتى أنه الرئيس البرازيلي قال لهم ما تتحدثوا على حرب في غزة، هناك عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة، والشعب الفلسطيني في غزة قد يكون في أطراف إسلامية لكن مثل ما كان يحكي الأستاذ رياض الآن في أيضا أطراف أخرى فلسطينية، وأنا نعتبر أن هناك مقاومة وطنية فلسطينية لعدو جاثم على صدورهم منذ 75 سنة. إن شاء الله تخرج هذه الهجومات الوحشية، يخرج منها الشعب الفلسطيني بأخف الأضرار، وأنا عندي ثقة في صمود الشعب الفلسطيني. ومثل ما قلنا ونعاود نكرر أنه صمود الشعب الفلسطيني هو بأيدي الفلسطينيين أولا، إحنا نتابع معهم، نحن يمكن أن نتضامن معهم في حدود الإمكان، لكن المهمة الأساسية ملقاة على عاتقهم، وهي مش مهمة سهلة، هي مهمة تحرير وطن، وهم على قدها سواء كانوا في غزة أو كانوا في الضفة الغربية. أنا أعتقد أنه إرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر في النهاية، وإرادة الشعوب دائما لا تقهر، وإرادة الشعوب لازم تنتصر مهما كانت بطش العدو الصهيوني. والشعب التونسي في هذه الأثناء يعبر عن هذه الإرادة وهذه المساندة ورفض لما يحدث من غارات وحشية ولا إنسانية في غزة الآن في هذه اللحظات في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. إذا كان حاضر مراسلنا أو مفادنا إلى هناك اسكندر العلويني، أهلا وسهلا بك، مساء النور. شوية آخر به مش مشكلة نرجع له. الأخبار قاعدة تتسارع لطفي، قاعدين حتى التصريحات والمواقف القديمة بالجديد ولينا نواكبه في اللي موجود أول بأول، يعني ما حطيناه على جنب وقاعدين نواكبه في اللي قاعد صاير. هو مؤشرات قرب بدء الهجوم البري في اعتقادي كان يمكن إدراكها من مؤشرين. المؤشر الأول وهو الإمعان في ضرب الصحفيين واغتيال الصحفيين، أن تغتال الإعلام بمعنى أنك تسعى إلى طمس حقيقة ما، ثم اليوم المبادرة بقطع التيار الكهربائي ويكون مسبوق مباشرة بعملية الاجتياح. ثم هذا زاد فشل الورقة الأوروبية والأمريكية التي حاولت الضغط على إسرائيل حتى تسترد الأسرى في مرحلة أولى ثم تنطلق في عملية تصفية يعني المقاومة الفلسطينية. شفنا أن الجيش الإسرائيلي متلهف على عملية الاجتياح، نحن سنكون أمام حرب شرسة وشرسة جدا، قد تفوق حتى في شرستها حرب ولا واقعة ستالينغراد اللي دامت 6 أشهر. لكن أنا اعتقادي أن الواقع هذه مش بجدوم الكثير، لأنه حماس إضافة لما تفضل به ضيفنا الدكتور رياض، فإنها تحظى يعني امتيازات خلينا نقول هامة وهامة جدا. أولا حماس تتمتع بأهم عنصر في هذه الحرب وهي الحاضنة الشعبية، حماس تلعب في ميدانها، وكل الغزاويين هم مشاريع شهداء محتملين، لأنه اليوم هلاك ما فماش غزاوي ما فقدش واحد من أهله من جيرانه
وإلا من أصدقائه، ومع ذلك رابط في غزة. وبالتالي كل مواطن فلسطيني بقي في غزة أكيد أنه اليوم هو كتلة من الغضب، وبالتالي هو مقاوم محتمل، سيجد في مع ستجد الدبابات الإسرائيلية تجده في انتظار. ثم كما كان يحكي زادة، حماس تتمتع بمعطى هام وأفضلية هامة، هي أفضلية الأنفاق ومعرفتها الجيدة بمعناها تضاريس البنية التحتية الغزاوية. ثم وهذا الأهم، اليوم راه إسرائيل تجد نفسها في اختبار كبير ياسر لمنظوماتها العسكرية. كل حروب اللي ربحتها إسرائيل كانت حروب ضد جيوش نظامية، عندما دخلت في حرب ضد حزب مقاوم في 2006 مع حزب الله خسرت تلك الحرب، وبالتالي هي تخشى كثيرا من هذه الحرب، ولهذا استمر انتظارها قرابة 3 أسابيع. دكت الأرض دكا أفرغت فيها معناها آلاف القنابل ما تم استعماله تقريبا في الحرب العالمية الثانية. تعتقد هي اليوم بعد اتخاذ قرار الاجتياح أنها جاهزة. سنتابع واحدة من أشرس معارك اللي عاشها تاريخ البشرية. هو راهو الوضع اللي حكيت عليه، أنه كل العائلات الفلسطينية بالنسبة لها هي أولادها، ذواتها، هي مشاريع شهداء، وقاعدين يدافعوا على هذه الأرض بكل ما أوتوا من قوة. تقرير كنت محضرته لطفي، كنت خليته للجزء الثاني، لكن ما دام حكيت عليه نمشيو توت سويت نشوفوا كيفاش عايشين اطفال غزه. هل الوضع هذايا الوحشي ولا انساني، هالقصفات وهال او القصف والغارات، الصدمات النفسيه اللي خلت لهم اثار مدمره جدا ايضا نفسيه. اكثر تفاصيل في هذا التقرير لعوض فدوح. أعتقد أنه كان منتظر أنه إسرائيل ستقوم بالهجوم البري بعد سلسلة كبيرة من الهجمات عبر الطائرات التدميرية، وقوة تدميرية كانت مجنونة بين ظفرين. كان الناس كل يقولوا هذا هجوم مجنون، خارج كل النواميس، كل التقاليد نتاع الحروب، كل القوانين، كل تقريبا الأعراف اللي مرت به الإنسانية من الأطوار الأولى إلى اليوم، مارست نوع من العدوانية الغريب. لكن في نفس الوقت كانت تلعب في الورقة الدبلوماسية. نعود وأقول كل ليلة نكرر في هذا، دم الفلسطينيين في رقبتنا كشعوب وكحكام عرب، لأنها ربحت مساحة أنها خذت التأييد متاع القوى العظمى. غزة الآن تواجه هجوم دولي، ما هوش إسرائيل فقط، البوارج الأمريكية فاش تعمل تغطية، تشوش على الاتصالات، قطعت الكهرباء، تضرب بالمدفعيات عبر البحر، يعني كل الأساليب الممكنة في آلة الحرب الأمريكية عبر البحر قاعد تمارس في دورها. حضور الرئيس الفرنسي إلى تل أبيب وتكلم وعطى دعم مباشر، الإنجليز عملوا دعمهم المباشر، شكون بقى؟ العرب متواطئون معناها سرا بالدعم وعلنا مطفين الضوء ومهمش لهنا في الموضوع هذا الكل. كان منتظر، يعني أنا أعتقد أن غزة تواجه في عدوان بمثل ما واجهت بغداد فترة معينة. نقولوا احنا 30 جيش في العالم، تيهم شنو من 30 جيش؟ تيهم القوى العظمى والبقية يطبلوا ويأيدوا في بيانات وغيرها، نفس الحالة هذه. العرب وين المشكل؟ وقت أنت ماكش قادر على إسناد المقاومة، كان بالأقل الممكن توقف مسألة الاجتياح، توقف العدوان الإسرائيلي. هذا اش طلبناه من عرب التطبيع أنفسهم، قلنا روعيب الأنظمة العربية قاعد تغزر لهجوم تدميري موت، وصل لك الإسناد ضروري لأنك أنت تحارب نيابة عن الأمة الكل، هذه حقيقة. في الأثناء خليفة دافعوا عن الأمة، وإذا انهارت لا قدر الله الوضعية في غزة ستكون صدمة عنيفة لكل وهزيمة لكل العرب والمسلمين. به في الأثناء الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات البرية في حدود قطاع غزة، والمراسل العسكري للقناة 12 عبرية يقول إسرائيل تتخلى عن صفقة الأسرى وتستعد للدخول البري. مش نسمع مع اللي رايكم تحليلكم نوتامون دكتور رياض سيداوي، لكن نمشيو لمفادنا الى شارع الحبيب بورقيبة. اسكندر علويني اهلا وسهلا بك، مساء النور. من 3 أسابيع 21 يوم بالتمام والكمال.
من تحركات مساندة للقضية الفلسطينية منذ القصف العشوائي على غزة وعلى أبنائها. اليوم أنا أرى عدد من نساء تونس الشموع. Apparemment, il y a un problème de connexion. On a joué le bar de la Hadat, Skander Al-Alouini. Cette تصريحات من قبل الجيش الإسرائيلي زاد الحديث على ربما التخلي عن صفقة الأسرة وبدء عملية الاجتياح البري. ماذا يعني يا دكتور؟ هم أول شيء قتلوا يعني الكيان الصهيوني قتل 50 أسير صهيون أسرى عند حماس قتلهم. وأرجوكم الإعلام التونسي بارك الله فيه يحكي على مفهوم الأسرى. إعلام خليجي وإعلام عربي يتحدث عن الرهائن. راي المقاومة مش عصابات اختطفت رهائن وتحب تاخذ فدية وأموال. لا، ليسوا رهائن، هم أسرى حرب حتى نطبق اتفاقيات جنيف حول أسرى الحرب على الجميع. الموقف الدولي تغير لصالح المقاومة. ما نسوش لأول مرة راهو الصين وروسيا من يومين يستخدموا حق الفيتو ضد قرار أمريكي لإدانة حماس. السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطاب ليه البارحة يقول هذه المعركة ستغير مجرى التاريخ. كلمات كيفاش نجموا نقراوها؟ شنو نجموا الاستنتاجات اللي نخرجوا بها؟ وكل الأنظار في اللحظات هذه تتجه إلى رد فعل المقاومة الفلسطينية على ما يجري من بدء لعملية الاجتياح البري وعلى ما يجري من قصف وعلى ما يجري من قطع لشبكة الانترنت والاتصالات. هاشم نويرة. أنا أدعوه أولا الأستاذ إسماعيل هني أنه يلتحم بشعبه في غزة، وتقديري واعتقادي أنه لن يستمع إلى كلامه لأنه يتكلم في وضع مريح جدا، مش الوضع اللي يعيشه الفلسطيني في غزة. وأدعوه أنه يلتحم بجماهير شعبه في غزة إذا أراد أن قبل أن نطلب من الآخرين أنهم يدعموا، ادعم أنت وتحول أنت الغزة والتحم مع الشعب الفلسطيني في غزة وقد منا أمثلة في البطولة. يعني لأنك أنت في وضعية مريحة جدا صراحة أنك تكون في, 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 في نعم هم ما علموش حتى بالمعركة، فقدت الجناح العسكري أو خرج التقرير قادة من حماس كبار لا يعلمون شيء. ربما لو كان عنده علم مسبق بالمعركة كان تصرفه يكون آخر. وبالتالي أنا مثل هذا الكلام وإن كان ما نحبش نقوله الآن لكنه لازم يتقال، لازم يتقال. احنا نساند بكل قوة القوات الوطنية الفلسطينية في غزة وفي الضفة الغربية وفي غيرها، لأنه ما فماش كان غزة راهو، فما 112 شهيد الآن في الضفة الغربية، وفما هجمات على جل الفصائل بالأخص في جنين. يعني فما عديد، فما تنجم تقول أنه فما انتفاضة شعبية بدأت في غزة لكن موجودة في الضفة الغربية، وهذم قاعدين يواجهوا يوميا في جيش الاحتلال بعيد عن المواقع المريحة في قطر ولا في غير قطر. وبالتالي الكلام هذا لن يستمع إليه أي كان. هو يتكلم إلى نفسه وشوف نفسه تستمع إلى هذا الكلام أم لا. وقت اللي احنا سمحني يا دكتور وقت اللي احنا نحكيه على إدارة المقاومة لإعلامها والاتصالها في الحرب، ما الفرق بين خطابات أبو عبيدة اللي الناس الكل تبدأ تستنى فيها ومثلا إسماعيل هنية اللي سمعنا امبارح؟ العبقرية العسكرية التي أنجزت كل شيء من هو؟ هو محمد الضيف. محمد الضيف العبقرية العسكرية الفلسطينية أصيب بعدوان إسرائيلي، قتلت زوجته وابنيه وبنته وولده وهو نفسه بطرت ساقه ويديه، لكن هو العبقري العسكري. خرج تقرير رويترز ونجحت باتصال من قادة عسكريين من الكتائب عز الدين القسام، قالوا قادة كبار من حماس لم يعلموا بخطتنا التي كانت تعد منذ سنتين، أكدوا ذلك. ثم عطاء أول كلمة كان تبعتها لمحمد الضيف اللي هو المهندس معركة طوفان الأقصى، توجه بالشكر لجماهير ودول من لا فيها لا قطر لا تركيا، أولا سوريا، حزب الله ولبنان، إيران، الشعب اليمني، العراق، توجه لهم شكرا، نحن نلتحم، هذه معركتنا جميعا. لهذا قلت راهو
معركة محور المقاومة مع التنظيم العالمي الإخوان المسلمين، والله لا عنده حتى علاقة. أردوغان هذا رصاصة مطاطية واحدة مع تجدد الإسلام. أكثر من ذلك سمحني أكثر من ذلك اسمع استناني خليني نكمل كل ما وتفضل. الكتائب عزيز القسام لما خالد مشعل في قطر يشتم ويسب في سوريا وبشار الأسد، كتائب عز الدين قسام لم تقطع أبدا علاقاتها لا مع سوريا لا مع حزب الله لا مع إيران، لأنه هذم اللي دربوا فيهم، هذم اللي مولوا فيهم، هذم اللي صلحوا فيهم، هذم يعطوا فيهم في الكورنيت. هذا خالد مشعل مثلا في الدوحة، ربما حتى قطر تلعب كما لعبت دور بين طالبان والأمريكان، تحاول تلعب دور بين حماس السياسية مش العسكرية والأمريكان. مواصلين النقاش نمشي مباشرة لإسكندر العلوين تكون ركحة الصورة. مساء النور اسكندر، أهلا وسهلا بك. ملك مرحبا بك مرة أخرى من شارع حبيب بورقيبة. يعني منذ 5:30 وشارع حبيب بورقيبة يعرف حركة غير عادية، طبعا دعما للقضية الفلسطينية. هو في حقيقة الأمر منذ أكثر من 21 يوم مع اندلاع طوفان الأقصى وتكثيف القصفات على قطاع غزة، الشارع التونسي قال كلمته وتضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة ما يسير في قطاع غزة. اليوم منظمة أو لجنة دعم المقاومة قامت بعملية رمزية لها عديد من الأبعاد الإنسانية بإشعال الشموع في شارع حبيب بورقيبة، الشارع الرمز، في رسالة واضحة: أنتم تقصفون أبناءنا في غزة ونحن نشعل الشموع تمهيدا للطريق. معي مدام راضية جربي عضوة لجنة منظمة الوطنية لنصرة القضية الفلسطينية والمقاومة. مدام راضية تحكي لنا على رمزية الحراك وذهولي مازال متواصل. الحراك اللي نظمته اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها هي فيها برشا، تقريبا كل يوم فما عمل وفما نشاط من أجل إيصال صوتنا، من أجل أيضا إيصال بالأساس فلسطين حتى ما يحسوش انهم وحدهم، وهذا مهم. لاني انا البارح بركة عندي وقت البارح اتصالات مع زميلتي في قطاع غزة بالاساس، يعني الدفع المعنوي مهم بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت ايضا لاسنادهم على مستوى الدولي لقطع العزلة اللي تفرضها عليهم الكيان الصهيوني، وايضا للاسف الاعلام الغربي اللي مش قاعد يصور في المآسي اللي يعيشوا فيها. انا نعرف البارح بركة معناها احد عضوات الاتحاد الفلسطيني تقول لي قد ما تراوا صور ماهيش بقدر بشاعة الحقيقة، لأنه اليوم يعملوا في عمليات جراحية بلاش ضو بلاش بنج بلاش حتى شيء. معناها قد ما نجم نقول لكم تعجز الكلمات على وصف القمع وعلى الآلة الحرب الوحشية الإبادة الجماعية اللي قاعد يعيشها. لا مش يكونوا عمليين اللي نعملوا فيه الكل من أجل أنه فضح الجرائم هذية، من أجل حشد أيضا المجتمع الدولي والمجتمع السياسي والمجتمع الحقوقي الدولي للتضامن مع القضية الفلسطينية، وأيضا للتضامن معهم ضد الحكومات نتاعهم، لأن للأسف على مستوى دولي مازال ما فماش قرارات لنصرة القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة. أنا يعني سؤالي الواضح والناس كل تسأل فيها، المنظمات المجتمع المدني اللي عندها علاقات مع منظمات عربية ودولية أليس لديها القدرة للضغط على قليل تدخيل المساعدات الضرورية الآن؟ إيقاف الحرب يمكن تفوتكم، أما إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على قليل من رفع. توا كنت تقول هي حرب، الحرب معناها فيها أساليب، للأسف توا أساليب ممنوعة، لأنه حتى الحرب عندها قانون، هنالك قانون الحرب اللي ينظم حتى العمليات الحربية. للأسف إسرائيل والكيان الصهيوني قرر معناها غلق المنافذ. مع ذلك احنا في الاتحاد حتى في داخل اللجنة، لكن في الاتحاد أيضا غدوة تنتهي عمليات أو شبه حبينا نجمع غدوة الدعم المادي من أدوية وأموال وأغطية وكل مستلزمات الأطفال غدوة في أريانا على الساعة 5 مساء، غدوة باش نقدموهم في ذا الحفل تضامني لفائدة الشعب الفلسطيني. هما يستناو في الدعم هذايا، هما محتاجين للدعم هذايا، هما كل نهار يقولوا رانا احنا نتغطاو في السماء، ما عندهم حتى شيء. احنا قالوا لنا جيبوا الأدوية وجيبوا مستلزمات الأطفال والفلوس، لكن في الحقيقة ليه هم محتاجين إلى الملابس، محتاجين لكل شيء. وبالتالي الاتحاد من جانبه، أعتقد المنظمات أخرى ربما من جانبها أيضا، الكلنا قاعدين
فلسطين نعمله من أجل جمع التبرعات فيما بعد إن شاء الله توصل إلى أصحابها. إن شاء الله توصل لأصحابها، إن شاء الله يكفي يعني على الأقل يتم إدخال على المساعدات اللازمة في هذه الظروف اللي تعيش فيها أطفال ونساء فلسطين وغزة. باش نخليكم مع هذه الصور ومع هذه الأغنية اللي شخصيا أنا نحبها. شكرا لك زميلنا اسكندر العلواني، كنت معنا مباشرة من شارع الحبيب بورقيبة. مسير السيد المخرج خالد ساور، لأنه زاد عنا الأخبار العاجلة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول نوسع عملياتنا البرية وندعو سكان غزة إلى التحرك جنوبا. فاصل ثم نعود.